كنت قعدت مع الوزير، هل حكيتوا في الموضوع هذا وشنو حكيتوا في شنو حكيتوا في الوزير بالضبط؟ ايش حكينا مع الوزير؟ الوزير منزعج جدا جدا من اللي صار هنا للشاب، ويرى فيه هدد في الامن، في السلم الاهلي وفي الامن القومي. وحكينا الجامعه راهي تسير المكتب بتفويض مرفق الجامعه قانونا، مرفق عمومي يفوض الوزير المكتب الجامعي تسير فيه، لكن في الاصل هو مرفق عمومي. وقرار تجميد هذه الشابه اخذاه المكتب الجامعي وهو ليس من حقه. المكتب الجامعي ياخذ فقط قرار تجميد مؤقت. الوحيد اللي نجم ياخذ قرار تجميد نهائي هي الجلسه العامه للانديه. باهي، لهنا في مارس الماضي في الجلسه العامه الاخيره للجامعه صار تنقيح للقوانين، اصبح المكتب الجامعي من حقه يبدل القوانين الكل وهك، وهذا ما صوت له عليه الانديه كما يحب هو من غير ما يستنى موافقه الانديه. هذاك باب فساد، اما تو بالقانون الموجود تو اليوم ما نجمش يجمد نهائيا. تنقح القانون، كيفاش القانون موجود؟ سمحني، القانون الموجود تو ممنوع عليه باش يجمد نهائيا الا بالجلسه العامه. انا هالكلام هذايا قلت لك مانيش انا مختص في القانون الرياضي، السيد وزير هو قبل ما يكون وزير هو يقرر في القانون الرياضي في الجامعه. فاش يعملوا تو؟ باش يبعثوا مراسله الى الجامعه يقول لها تدعو للجنه للجلسه العامه بتاع الانديه باش هي تنظر في القرار النهائي للتجميد. اذا التزمت الجامعه بهذا تولي مصيرها للشابه، ما عادش عند المكتب الجامعي. موجود قدام الانديه الرياضيه، ولا اتصور رياضي واحد في تونس مهما كان مستواه، مهما كان عمره، مهما كان جهه معاه، يرضى بهذا الظلم. الوزير قادر انه يبعث للجامعه اللي قلت عليه بطبيعه. ليش قلت انا لحظه قلت لهنا نقطه استفهام، كي تشوف وزير يهبط بلاغ على صفحته مسانده لرقم شماوي وبعد يتنحى من غدوه، دونك حسب المعلومات اللي عنده جاته ضغوطات من اعلى مستوى في الدوله باش يتنحى، دونك ماهوش قادر يتخذ مثل هذه الحاجات. وخاصه نعطيك انا الوزاره براسين اليوم، في فما خلاف كبير صار في قلب الوزاره بين الوزير وبين كاتبه الدوله. خلاف عادي، الوزير اعلى درجه قررت تمشي باش نكون واضحين. هذا من ناحيه المبدئيه، اما هل انه قادر معناها يلزم ان اكد لك المراسله هي خرجت نهار الجمعه تخرج نهار الاثنين الصباح. انا خفا رايي كما سليم لانه غير قادر انه يخرج المراسله. شو هذا خرج منك خاطر نعرف حتى البلاغه نتاع المساند، نعرف حتى شكون قال له نحيه معناها من اعلى سلطه في الدوله. جوستمون هذا رجعنا للنقطه اللي شكون سي بديع هذا باش ينجم يفرض على وزير. هنا الامور وصلت الى درجه انه اليوم يا السلم الاجتماعي، يا العداله وتنظيف الكوره، يا الامبراطور هذا سي وديع لها الحكم بامره. وقلت لك علاش قلت لك غلطه الشاب سي لافود دو ترو، الغلطه الزايده، التبريبه الزايده، لانه وصل لعمل راي عام محتقن واجبر اهل السياسه على التدخل، لانه المشكله ما عادش ماتش كوره ولا بلانتي، ولا عندي سلم اهلي وظلم مسلط على جهه كامله 30,000 ساكن. فالامر هنا تبدل الكاليبر. الاخر يتعارك هو ابو شماوي يكلم انت شكون، ووديع كلمت شكون، قاعده في سيرك المغلق. اليوم اصبح امر مشكله نتاع امن قومي تونسي. لليوم الكيسات مسكره. بقى اليوم جوستمون ولا يمكن استمر هذا. واذا كما قلت لك لو كان سي وديع يركب راسه وما يستعمل ما يدعوش للجلسه العامه، تعرف عمل وقتها؟ خذا الحبل الذي ربط به نفسه، لانه وقتها لما الوزير يطبق الفصل 21 من قانون عدد 11 سنه 1995، شو يقول القانون هذايا باش للساده المستمعين؟ يمكن للوزير المكلف للرياضه انه يحل المكتب الجامعي او يعفي احد اعضائه اذا بان سوء تصرف. لهنا محدد بالفيفا. لا جوستما نفس الحكايه صارت في الكويت تقريبا، صح الاتحاد الكويتي احنا كمان لكم بعد الرساله جاوبني. والاتحاد المصري زاده 2018 تحلوا ما خرجوش من الفيفا. خاطر جوستمون الدوسي نتاعك اش فيه؟ يا اخي 2018 حل المكتب الجامعي في مصر وعادي جدا، ما مصر تلعب في الفيفا ما ثم حتى مشكل. جوستمون لما يرفض تطبيق القانون يصبح ذلك مبررا قدام الفيفا، ها سيدي عندنا الوضع الصحي، عندنا تقرير الرقابه، عندنا كذا، وعندنا انسان يهدد في السلم الاهلي برفضه للتعاطي مع القانون، ويصبح الوزير وقتها ولا السلطه السياسيه في حلم الارتباطات مع الفيفا. وانا قلت له، انا مش قلت له، انا طلبت منه رسميا وكتابيا، لا يا اخي ما تحلش المكتب الجامعي. العضو هذاك فقط الرئيس اللي تسبب بهذا وهذا 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 وهذا، هذاك نعفيه ولا نجمدوه، ويتكلف النائب نتاعو بالتسيير حتى ينظموا الامور نتاعه. ما نجحش المكتب الجامعي كما قلت لك، هذه خوفينا بالفيفا. دونك تاكد لنا اثنين الوزير باش يبعث للمكتب الجامعي. هذا اش حكيت معه؟ انا الوزير شوف انا اكد لك شيران العكس، شوف انا اكد لك اللي السلطه السياسيه في تونس اليوم في شخص الوزير فاهم اللي المشكل حقيقي واللي عندنا مشكل امني واهلي في تونس، واني ثم مخرج قانوني للموضوع
اذا مخرج قانوني لا رابح ولا مربوح راه ماشي خاص يكون خاسر يكون مخسر هذا قانون باش يطلبوا منه تطبيق القانون اذا الجلسه العامه طيح الى الشاب صح فرح هذاك القانون صح فرح اما اليوم سيدعوه الى تطبيق وكان ترجع انت للصفحه نتاع وزاره الشباب والرياضه الصفحه الرسميه هبط هو الصوره نتاع اللقاء وقال انه مستعمل فصل 15 وليدك بصدق زاد انا ما خرجت معاه وانا نحكي معاه قلت له هل نخرج ونقول للناس كنا نحكيوا توا ولا نخليك حتى تعمل خاطر كي نقعد في لقاء ثم حاجات نقولهم نجم نقولهم ولا ما نجمش نقولهم قال لي لا اذا حكيت فصل 15 تنجم تبشر الاهالي الشابه اللي ثم امكانيه وسنسعى بكل ما نقدر باش المشكله هذه تحل تونسي تونسي قانوني قانوني اشرف هنا نجم يعملها الوزير خاطر حسب المعلومات اللي عندي ايامه معدوده في الوزاره باش يصير تحويل خاطر الوزير قريبا لا اذا كان انت رياضي وانا نايب انت في بالكم في باليش انا عندي مشكله انا مقصر انا المفروض سمعت انه معناها انه ما ماهوش مطول برشا في الوزاره تولي حاجه باهي وقت اذا كان معاش عنده ما يخسر وعارف روحه بشوفه هذا نجم ممكن نجم تعرف شنو نجم يعمل هكاك مع السنه ال 15 يضرب ال 21 بالفصل 21 ديريكت وحضر الدوسي نتاعو ويهزوا الفيفا جوست البوان هذا خلينا نفرقوا حكايه الفيفا هذا فرد مره خاطر للاسف كالعاده السيد وديع الجيري ديما يحكي شتر الحكايه حكايه الجلسه العامه وحمايته من القوى العامه في الجلسه العامه لا ما هي صحيحه نهارتها فما ندوه نتاع وزاره الداخليه وللاسف فما ابواق اعلاميه تابعة سيد وديع الجيري قالت القوة العامة تتنقل لحماية الجلسة العامة ما فيهاش منها الحكاية صحيحة. باهي المراسلة تاع الفيفا اللي استشهد بها العام وقال راهو انا راهو للتاريخ الفيفا ارسلت مراسلة أولى شديدة اللهجة والكناس جاوبتها وفسرت لها المؤاخذات القانونية وتركيبة الكناس واللي فيها قضاة وغيره والفيفا راهي تراجعت. ثالث حاجة راهو الفيفا اليوم شبهات الفساد اللي تلاحقها راهي بتتبرى من كل عبد مشبوه. هذه نفهموا فيها دونك الفيفا ماهيش صحيحة لو أنت والدوسي نتاعك. ثالث نقطة الجلسة العامة. الجلسة العامة راهي محل اليوم القديمة مطعون فيها والحالية احنا رانا رافعين فيها قضية واحدة لولانية قضية استعجالية من أجل إيقاف التنفيذ والثاني طاعنين في مخرجاتها واللي حد اللحظة هذه مخرجاتها تعتبر معلقة لحد البت فيها فبالتالي اليوم رجاء المحكمة الإدارية باش ترفع الحرج على الناس الكل احكم لي ما عندي قضية يقول لي جلسة عامة هذه نافذة ولا ماهيش نافذة فبالتالي بالنسبة للسيد وديع الجيري راهو بالطبيعة كي تخرج وتحكي وحدك راهو باش تجد على الناس اللي أنت تقول في الحقيقة أما راهو بالقانون ها اليوم قدمنا قلنا كلام ومساعدين زاد ننشروا الكلام هذا الكل بالوثائق نتاعو لكن السيد وديع الجيري راهو في موقف حسب رأي قانوني ضعيف برشا 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 على مستوى الحوكمة والفساد على مستوى حتى التسيير تاع الجامعة وكذلك على مستوى الأخلاقيات اللي عندهم علاقة بها. نواول مواضيع أخرى اللقاء مع الوزير.